في طفرة تكنولوجية بتتم في معمل الحواسب فائقة السرعة اللي بيعتبر الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وأحد الطفرات التكنولوجية المهمة اللي شهدتها جامعة الفيوم في الفترة الأخيرة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون دكتور محمد عطية، مدير مركز فيزياء الطاقات العالية بجامعة الفيوم. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور استاذ محمد، ازاي الحال؟ اهلا بيك يا فندم. صباح الخير يا دكتور، كل سنه حضراتكم طيبين ومصر كلها بخير يا رب. كل سنه وحضرتك طيب وبخير. لو حضرتك توضح لنا في البدايه كده تفاصيل اكتر عن معمل حواسب فائقه السرعه اللي بيعتبر الاكبر من نوعه. هو احنا بدانا تجهيز المعمل، يعني وممكن بدانا تجهيز المعمل من حوالي 2017 2018 وبدانا تجهيزهم فعلا، وخدنا اهداء لجامعه الفيوم من مركز الاوروبي للابحاث النوويه، بحيث ان جامعه الفيوم دي هي الجامعه الوحيده اللي داخله باسمها، يعني داخله باسمها في الجامعات المصريه كفول ممبر يعني. وخدنا اهداء لجامعه الفيوم، وبعد كده اللي خدنا مشروع من هيئه العلوم والتكنولوجيا والابتكار الاستاذيه، والجامعه فعلا تولت يعني جهزت المكان، وبقى دلوقتي عندنا الحمد لله يعني اكبر مركز في مصر وشمال افريقيا، وتاني مركز بعد جوجل في جنوب افريقيا، وان شاء الله على اخر سنه السنه دي باذن الله يكون عندنا الامكانيات دي اكبر من مركز جوجل كمان ان شاء الله باذن الله. احنا عندنا وحدات حاسوبيه اللي هو البروسيسور حوالي 7800 كور، وعندنا مساحه تخزين حوالي 1700 تيرا، ودي مساحه كبيره جدا جدا جدا، ممكن نقدم خدمات لكل الهيئات اللي موجوده دي، نعمل ان شاء الله باذن الله نحاول نقدم خدمات لكل الهيئات وكل الشركات وكل يعني الموضوع. ايوه نقف بقى عند النقطه دي، مين اللي ينفع يستفيد من المعمل ده؟ ينفع يتم الاستفاده منه في حاجه غير الجوانب التعليميه؟ في ناس مراكز تقدر مثلا مراكز بحثيه او اي هيئات تقدر تستفيد من المعمل؟ والله يا ترى هو الاستخدامات كتيره جدا جدا جدا، يعني انا يعني لا حصر لها، انا ممكن استخدمه في الصناعه، ممكن استخدمه في التجاره، ممكن استخدمه في الصحه، ممكن استخدمه في التعليم، استخدمه في البحث العلمي. دي امكانيات موجوده واقدر استخدمها، يعني دلوقتي حضرتك احنا عندنا برضو جزء سيرفرات بتشتغل بالذكاء الاصطناعي اللي هو الجزء بتاع الاي اي والماشين ليرنينج والديب ليرنينج، ودي بتعمل طفره كبيره جدا في تحليل البيانات، وتقدر نحصل على 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 داتا، ممكن نعمل خريطه مثلا على سبيل المثال، يعني انا راجل بتاع فيزياء برضه، بس ممكن نعمل خريطه مرضيه لمصر، ممكن نعمل خريطه علاجيه لمصر، ممكن نعمل خريطه مناخيه لمصر. طب خليني اعيد صياغه السؤال يا دكتور، في بالفعل مراكز او هيئات بتستفيد من المعمل؟ يعني احنا قلنا الفئات اللي تقدر تستفيده، هل بالفعل انتم عرضتوا على مراكز او على هيئات او على ايا كان حد بيستفيد وبالفعل ابتديتوا تشغلوا المعمل بصفه؟ المعمل حاليا شغال، واحنا دلوقتي بنتعاون مع مكتبه اسكندريه بحيث ان احنا عندهم الخبره، عندهم سوبر كمبيوتر، بس الامكانيات اللي عندنا اعلى من امكانيات من مكتبه اسكندريه، فهم بيساعدونا بخبرتهم. في نفس الوقت احنا بنتواصلنا مع، كان في زيارات برضه لجامعه الفيوم وعرضنا عليهم الامكانيات، احنا لسه مفتتحين المركز حديثا يعني من شهر يعني. فاحنا دلوقتي في اطار ان احنا نعد خطه ان احنا نتواصل مع الهيئات ونقول لهم الخدمات اللي احنا ممكن نقدمها لهم، وهم يعني احنا في جامعه الفيوم احنا مرحبين باي تعاون باي حاجه، احنا حتى في التكلفه هتكون التكلفه الايرانين كوست بس، يعني مفيش طبعا احنا التكلفه الفعليه ما مش دافع فلوس وخلاص يعني. مفهوم. هل هناك اي نوع من انواع التعاون ما بينكم وبين باقي الجامعات المصريه؟ احنا الفكره احنا لسه احنا في تطور فيه، يعني احنا دلوقتي من احد الحاجات اللي احنا هنقدمها للجامعات المصريه ان احنا بنقول لهم ان احنا عندنا ممكن نستضيف كل الخدمات التعليميه عندنا. احنا يعني احنا دلوقتي محمد الفكره كلها احنا لسه بادئين، يعني احنا الحمد لله احنا جهزنا المعمل على المواصفات الدوليه. والمعمل التكلفه الفعليه حاليا دلوقتي المرحله دي مثلا مكلفه حوالي 100 مليون او ما يعادل 100 مليون، يعني التكلفه التقديريه او بالمكان كله بالسفارات اللي جت. فاحنا دلوقتي احنا في عشان نقدر ننفذه قعدنا فتره، وان شاء الله في الفتره اللي جايه في تواصل ان شاء الله يكون في تواصل مكثف، والجامعه بصراحه دعم كبير جدا من الجامعه والمسؤولين في الجامعه من اول دكتور ياسر والدكتور عرفه والدكتور عاصم النواب وعميد الكليه دكتور صالح، فعلا كلهم بيدعموا ان احنا لازم نقدم الخدمات، واحنا فعلا حتى فعلا احنا تواصلنا مع وزاره التعليم العالي برضو
وزاره التعليم العالي مشكورا حطت حدث الافتتاح على الصفحه بتاعتها بحيث ان نقدر نوصل لاكبر قدر من الجامعات المصريه يعني. عظيم، كل شكر ليك الدكتور محمد عطية مدير مركز فيزياء الطاقة العالية بجامعة الفيوم، شكرا جزيلا.